في سوريا، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بلاده تدرك أهمية بيان محادثات فيينا، مشيرا إلى أنه لابد من إعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب. جاء ذلك عقب لقاء المعلم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والذي وصل إلى دمشق اليوم بعد يومين من محادثات فيينا السعية للتوصل لحل للأزمة السورية.